حاضر، هرد. هرد اولا، احنا ضد الـ 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 الفيلم كله. انا راجل طبيب بشري، وانا طبعا اكيد انا هبقى ضد تجاره الاعضاء وبحاربها، وبشوف ان لها سمسره وموجودين. شوف المكان اللي جاي منه السمسار عامل ازاي وموجود ازاي، وازاي بيتم الاحتيال على الشباب اللي جايين. فده طبعا اكيد انا كطبيب ضد الموضوع ده، لكن الحوادث موجوده في كل مكان. عن عمليه بيع الاعضاء موجوده، وهناك مافيا لبيع الاعضاء موجوده جدا، على فكره مش في مصر بس، موجوده في كل دول العالم. فده ردي، هنحط راسنا في الرمل ونستخبى، يبقى هيفضل الموضوع مستمر. هنتصدى للموضوع، يبقى احنا في سبيل للعلاج والرقابه على المصنفات الفنيه، رقابه محترمه وفاهمه وعارفه ومقدره قيمه الفيلم وما يدعو اليه من قيم انسانيه ومحاوله التصدي لهذه التجاره المحرمه والمجرمه في العالم كله.